هلا وحبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف الف خير. اليوم حبينا نقولكم كل عام وانتم بمليون الف خير. ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحه والعافيه، وان شاء الله تحقيق الاماني والاحلام، وعيد مبارك على الكل ان شاء الله. اليوم قاعدين نجهز للعيد، وفكرنا انه نشتري ملابس العيد لبعض. يعني انا لبس على ذوقي، هو يلبسني على ذوقه، صح؟ مظبوط. انا راح البس على ذوقي، بس راح اختار لك شو ما اخترت لك انت لازم ما ما تعترضي. وانا كمان اختاري لي شو ما بدك ولبسيني. خلوكم ويانا حتى تشوفون انه ايش راح نشتري ونشوف شو نسوي بعد وشو التحضيرات راح نعملها. قبل ما نبلش الفيديو، لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس التنبيهات، وبدنا دعمكم، حطوا لنا لايك على هذا الفيديو. بدنا هذا الفيديو باول يوم يصل ل 100,000 لايك. لا تنسوا 100,000 لايك. هي اكثر وسيله انه انتم فيكم تدعمونا فيها هي اللايكات. حطونا لايك حتى نتشجع اكثر. وكمان لا تنسوا تروحوا تتابعونا على الانستغرام، راح اعيف الروابط كلها بصندوق الوصف تحت. يلا خلصينا يا حبيبي، عامل حادث هم. يلا انت لا تحكيش على يعني. يلا بنشوفكم. وصلنا على مكان احنا. الله، قبل ما نشتري الملابس، الشهد خطر على باله راح تشتري مخدات للطوقه مالتنا. شو راح تشتري؟ مع انه عيد فلازم البيت همين واحد يرتبه، وهاي مو بس ملابس نشتري. فنشوف الله. الله، هي على اساس مخطط تشتري مخدات، ما بعرف، شغلات للصوفة للكنباية، بس ما بعرف هلا، بجوز تلاقي شيء ثاني، بجوز نطلع لنا بقصة ثانية. شوف شنو اكو، بجوز نشتري لوحات اكسسوارات. صحيح، لازم لنا لوحات، صح؟ فخلوكم معنا وشوفوا شو راح نشتري. حبيبي شو رايك بهي غرفة نوم؟ حلوة؟ واو، عجبتني. لا عجبني كلش. حبيبي what do you think؟ حلو؟ نزع مناظرك حتى تشوف. شو رأيك؟ اللوحة عجبتني، عبالك انه أضوية. شو نشتريه؟ ما ادري، انا عجبتني بصراحه. شوف هذه الصاله، واو، رايت عجبتك؟ شو بالله اقعد اتخيل اجربها. يي، شوف هاي اللوحه ايش قد حلوه. ها، مريح. هاي شنو بيبي؟ مو لهالدرجة، مو لهالدرجة تاخذ راحتك. عجبتني الصالة. واو، ذيس از نايس. هاي هم حلوة. شنو رأيك بهذا المطبخ؟ واو، هذا المطبخ نعمل مثله. إذا اشترينا بيت، اشترينا فيلا. على فكرة أنت بتطبخين. إن شاء الله. هذول أنت بتختارين لحالك. شوف، حبيته لأنه هذا صاير مرمور. خشب هاي ما تعجبتني الشكل. شنو اكو هنا؟ اها، ثلاجة. والله ما عبالك ثلاجة. شوف شكلها. بلد الجو؟ فريزر. فريزر، هذا شنو؟ هذا هذا مو براد، هذا هنا نحط شغلات. واو بيب، والله عجبتني هاي. واحد يقدر يشتري بس هاي؟ اه والله؟ والله كل شيء له سعر. هذا له سعر، هذا له سعر، هذا له سعر، هذا له سعر. عجبني هذا المطبخ، ممكن نشتري؟ شوفي هذا، حط البراد. هلا انت فيكي هون، فيكي تاخذي مثلا، حبيبتي اذا عجبتك هاي القصة، فيكي تاخذي هاي. اوكي؟ مثلا طبقيها على شغلة ثانية، أو حبيتي هاي القصة هون، فيكي تشتريها وتطبقي عليها شغلات ثانية. صح. اوكي، هذا العكس مال المطبخ اللي قبله. لا بس هم حلو يعني، زين صح؟ بس ذاك احلى 100,000 مرة من هذا. هدول هن الحنفيات اللي عجبوها، بيعون لحالهم. هذا هو اللي عجبها. شو جابك لهون؟ قسم الطاولة المكياج. حلوة والله. لو ما عندي وحدة جاني
اه بس هي بعتقد احلى. بس ما حتكفيك اذا اشترينا هاي التخت. واو انا شيل التخت معنا قدام يا دوب على طول. هاي يمكن للاطفال. اه تعالي هذا قسم الشو. شو فيها التخت؟ شو فيها التخت ما اصغره؟ ان شاء الله. طلعي هاي غاز وعده مطبخ على اساس. هاي طاوله لعب. شنو هذا مال ميكي مال جيري؟ حلوه صح؟ طلعت؟ طلع حتى كرسي صغير. لازمنا بيبي يسوي لي اياه. الله طفلنا بده يقعد على هذا الكرسي؟ ايه لك 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 ويدخلون منا يعني على اساس؟ اه هون على اساس بيلعبوا مع بعض. بس طلع التخت حلو، غرفة حلوة صح؟ هاد قسم المخاديد. شو حبيبي شو الريحة عم تجي منه؟ ماكو ريحة. ريحة تبن. على فكرة ريحة القماش. اه ما في شو ولا وحدة على البيت. شو هالحذاء الحلو؟ شو هالحذاء؟ حتى لا تقولون شات بس شحاطات من عالم. اليوم لبستكم اياه مخصوص. لا بس على فكرة ما في شيء حلو. ما حلوات. لا والله حلو. شوف اتس نايس. اعطونا رأيكم هذا حلو بربكم؟ اي والله حلو. اه بس في الوان؟ ولا هاي نقدر نشتري هيك وهيك مو ضابط على شو اسمه حبيبي. لا هذا نفس لون هذا. عفنا مكان المخاديد لانه ولا مخدة عجبتني كلهن ما حلوة صح؟ بصراحة ما في ولا وحدة بتشهي. اللوحة اللي عجبتنا اول شيء لقيناها ودنا نتناقش ناخذها او لا. انت شو رأيك؟ والله ما بعرف أني عجبتني يعني. هذني لوحات ثانية. خلينا نشوف شو هذا الخشب. هل وين نعلم بالتواليت؟ لا بالصالة. ما ظل محل. نشيل اللوحات مالاتنا ونعلقهم بالصالة بدال اللي اللوحة اللي عندنا. خلص قررت خلنا ناخذها يلا هاك تفضل. حلوة كبيرة حتى بلا مبالغة. أني شلتها بإيد واحدة. أوكي اشتريناها. اقتنع وأخيرا ولو بعد ما مقتنع. حتى الصالة غرفة الصالون ده تعيط معنا. إيه غير البيت همينا يعيط. أوكي هسه رح نروح نحاسب بعدين. على فكرة نشتري ملابس. على فكرة نحن مخاديد ما اشترينا لأني ما كان في شيء حلو ما عجبني. صحيح. فدخلنا مشان المخاديد وطلعنا بلوحة. هاي دائما هيك. بالنسبة للملابس بيبي نخليها مفاجأة لهم صح؟ اه الله نهاية الفيديو نشوفهم اللوك. رح نفرجيكم رح اقيس كذا شغلة ورح تفرجيكم هي رح تختار بس ما حتقول اي واحد اختارت لي اخر الفيديو ونفرجيكم انا شو اخترت لها وهي شو اختارت لي بنلبسها ونفرجيكم ده. اوكي هسه حنحط هاي وبعدين رايحين على هذاك المكان. اعتقد تذكرتوه هذا اللي لبست فستان مال العرس وتمشيت بيه. حنروح منك نشتري ملابس. اشتريت النظارة. هاي نظارة على فكرة مو حلويات. بتقولي شاري بتقولي شاري بخمس ليرات بزر. اوكي انطيته كذا بدي حتى يقيسه. هذا اول شيء اول خيار. بس كاني كل شيء. لازم نعرف حالي. يلا نيكست. اوكي هذا الخيار الثاني. ذني ما الصيف شكلهم حلو صح؟ بس ما حسني بغبغاء
والله حلو. شو عجبني. هلا ما ما عجبك؟ هلا المهم انت بدك تختاريني عجبني ما عجبني ما عندي حل. تعالي لقيت لك هيكسر. هاي. هيا. بحياة الله شو رأيكم؟ بتجنن؟ اه بس بدك تقييد بابا نويل. على فكرة جيب بالي اختار لك اياها واشتري لك طاقيه تبع بابا نويل. اوكي خلصنا اختارينا ملابس بعض. نعم خلصنا تسوق. انا طبعا رحت اشتريت هاي لانه هو طول ساعتين بمحل العطر فقلت خلي اروح اشتري شيء اكل احسن لي. بتعرفي ليش طولت؟ اشتريت من هذا بس لهلا خلي اشوفهم. ليش؟ لاني في عطر بعرفه انه مستعمله جيت مطالعين انواع جديده منه نوعين تانيين فبخيت هالطرف وبخيت هالطرف خربطت اي واحد وبعدين بطلت اشم لاني بخيت جسمي كله. وين والله هذا عطري المفضل ريحته بتشل. شمين حاطط منه هون شمين الملابس من الروح للبيت رح نلبسهن ونشوفهن. أحرتني ما أروعك ملكتني ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أروعك. هاي شنو قفزة؟ هاي قفزة ويا اللحن؟ خلينا نلعب هون بالله. واو يلا نعوف هنا ونمشي. حتى هذا الحيط المحلو طلعت عليه حلوه هاي اللوحه. خليني اشوفكم شنو اشترينا. تجد دحشتيهم كاني شو اسمه هيك هم اسود الي شنو قصدك. وهذا بنطلون اسود الي هذا هذا فستان كلش عجبني اختيارك. لك حلو علي تتوقع؟ بظن حلو. حتى لونه حلو هيك لونه هيك صحيح. ويا شو اشترينا؟ حزام. لون الحزام شو؟ الحزام الحزام لونه خمري. شو بتقولوا انتم بالعراقي؟ ماروني. مارون. مارون خمري نفس الشيء. هيج؟ هلا نحن نفرجيهم على اللبس حبيبتي انت هيك عبت يلا هذا القميص اكثر شيء حبيته هذا المن اليا هذا لي لك ولا لي هذا اليا تعال شوية هذا طبعا من أنا بنطرون شورت جينز أسود وهذا البدي أنا اختاريت الهيا وهذا طبعا تحته وهذا جوا طبعا هذا قديم عندي بس لابسه برا واحد بس يعني بعده جديد عجبني صح حلو. شنو عجبني صح عجبني عجبني لونه برتقالي ما أدري برتقالي على خمري كله على فكرة هذول أوراق الشجر البرتقالي والماشي لون خريفي أحسه. يلا لبسة الثانية لبسة العيد الثانية نيكس لبسة رقم 2 أني شنو أني؟ أعترف ذوقي حلو لو لا؟ حلو ما عجبك؟ على فكرة هذا عجبني مو بعرف ليش عجبني أكثر من ذاك أو نفس الشيء صح؟ هذا رسمي أكثر ذاك شوي أحس سبور أحب يلبس رسمي بس هو دائما بس سبور 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 24 ساعة ملل ها؟ مو رسمي رسمي إي مو رسمي بس رسمي ها يعتبر حلو تحت حذاء أبيض طلع حلو على فكرة لونه حلو كتير كتير هذا طالع لونه
شو شالك شو عليه؟ عجابك؟ شو هذا الدعكيل؟ خرز. اه خرز. كمان حلو. حلو؟ حلو. اسود على اسود بشال اسود. على فكرة كتير القميص هذا حلو. ذوقي بجنن بشل انا. طبعا حبيبي طبعا بشل. ذوقي. اه عبالي انا. مبروك. لا تواخذونا لا تواخذونا يا جماعة الهوسة اللي عنا لبس هون كتر ما قسنا وشلنا وحطينا. تعرف هاي الدقة مع شنو؟ مع شنو؟ شريخان. حلو؟ حلو. حلوين والله. هيك طبعا وصلنا معكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم كل شيء جديد بنزل على القناة. وكمان لا تنسوا تدعمونا باللايك، شو حبيبتي؟ أهم شيء تسوون لايك على هالفيديو، لأنه اللايك يساعدنا في كل شيء، وحتى نعرف بهالطريقة إنه أنتم حابين الفيديو أو لا، أو نكمل على اليوتيوب أو لا. حطونا تحت بالتعليقات أي لبسة كانت أحلى، أي موديل كان أحلى شيء وعجبكم، وبنشوفكم الفيديو الجاي. باي.